ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا مستمر ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر كذاب أشر سأ
فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر كانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجي نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم ولقد طمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر
أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله.